هذه الضجة؟ احذر يا طارق. يا إلهي، طارق وكريم يتعرضان للخطر. سيدتي، هناك بعض الل... أعرف. هيا أسرعي واتصلي بالشرطة. حاضر يا سيدتي. سأحطم رأسك الجميل. ما هذا؟ لصوص في الحديقة. هذا لا أصدق نفسي. سوف ألقنكم درسا لن تنسوه يا لصوص. أحسنت يا جدتي، هذا هو الضرب الحقيقي. تعال أيها الشاب، خذها به. هكذا أصبح الأمر في غاية الخطورة. الجدة نمت؟ نعم. اللي حصل النهاردة واللي حصل لك قبل كده من ساعة ما يطمنش خالص يا طارق. المشكلة أنني لا أعرف ماذا يريدون مني هؤلاء الرجال. في كل مرة أدخل معهم في معركة ألاحظ أن كل هدفهم أن يحطموني. لماذا؟ ومن صاحب المصلحة في ذلك؟ مش يمكن اللاعب الصيني متغاظ وعاوز ينتقم منك؟ احتمال بعيد، لأن هذا اللاعب يتحلى بأخلاق حميدة ولم أسمع عنه أي شيء يسيء إلى أخلاقه. كيف؟ ألا ترى أن التوقيت غير مناسب؟ أقصد الهجوم المتكرر عليك؟ نعم يا كريم، أنت المفروض بتستعد لمباراة مهمة جدا. نستطيع أن نستنتج من هذا أن هناك من يريدني غير مستعد لمباراة فرانك. يبقى ما فاضلش غير السؤال الأهم، مين صاحب المصلحة إنك ما تلعبش مباراة فرانك؟ أنا فرانك البطل العالمي. ألجأ إلى رجال من ورق مثلكم، أربعة رجال في قوة الثيران وفي أحجام الأفريال، يفشلون في ضرب ولد مثل طارق. لم يكن وحده يا كابتن. اصمت أيها الأبله المتغطرس. هل تحسب حساب جدته العجوز أم الحارس الضعيف؟ أم ملئت رعبا من الخادمة؟ كان معه شاب آخر. ألم أقل إنكم أغبياء لا فائدة منكم؟ أتخشون شابا لا يعرف من فنون الضرب إلا ما يشاهده في الأفلام السينمائية فقط؟ ورغم ذلك فقد انتصر عليكم ومسح بأجسادكم أرض الحديقة. ما دمت تجده صيدا سهلا، لماذا لا تقاتله وتوفر أموالك؟ هذا ليس من شأنك يا أحمق. ما دمت تأخذ أموالا عليك أن تنفذ ما آمرك به أنا ودون مناقشة. عموما يا سيدي، الفرصة لا زالت أمامنا. أنت سبب كل ما أنا فيه. لو كنت نجحت في مهمتك الأولى على طريق جد الرياض
لكنا الآن في غاية السعادة. أنت السبب وستدفع ثمن تقصيرك. أنزلني يا سيدي، أرجوك أنزلني. سيدي الكابتن فرانك، أنت تعرف جيدا كم أنا مخلص لك، وصدقني طارق لن يبرح مكانه إلا لكي يعالج في المستشفى. هراء، صدقني صدقني يا كابتن، سيكون صيدا سهلا غدا. لماذا تتكلم بكل هذه الثقة؟ لأن غدا بداية المهرجان، وستكون فرصتنا كبيرة للقضاء عليه تماما. لم تستطع القضاء عليه وحده، كيف ستتعامل معه وسط جموع الناس؟ لا تقلق يا كابتن، فقد رسمت خطة محكمة. ماذا تقرأ اليوم يا طارق؟ أهلا يا كريم. تاريخ الطائرات. أنا عايز أعرف أنت بتحب إيه بالظبط، الكاراتيه ولا الطيران؟ الاثنين معا. ماذا تحمل في يدك يا كريم؟ دي بقى هديتي ليك. وما المناسبة؟ دول اتنين. المناسبة الأولى فوزك على اللاعب الصيني. هذا عجيب، أنا ألعب مباريات منذ 4 أعوام وكثيرا ما أفوز، ولم تفكر يوما في تقديم هدية لي. والمناسبة الثانية أن عيد ميلادك اليوم يا كابتن. يا إلهي، لقد نسيت تماما، أشكرك جدا يا كريم. لا لا لا، إيه حيلك حيلك، أنت بتعمل إيه؟ سأفتح هديتك. لا تفتحها. كيف؟ سترى بنفسك. مدهش، شكرا يا كريم، شكرا على هذه الهدية الغالية. كريم، نسيت أن أخبرك أنني سوف أشترك في سباق الخيول الذي سوف يقام ضمن الاحتفال بمهرجان الجنادرية. رائع، إن شاء الله تعمل نتيجة كويسة. طبعا ستركب حصانك رعد. طبعا، وحصانك جبل في انتظارك أنت أيضا. أنا سعيد بك لأنك تداوم على تدريبات الفروسية. حصاني رعد، أفتقده كثيرا في تدريباتي بجدة، ولكن هنا فأنا أكاد أطير به في سماء الرياض. أترى يا طارق، الحصان رعد سعيد بك سعادة كبيرة، وأنا أيضا سعيد به. هيا يا كريم، سنقوم بجولة صغيرة حول البيت ثم نذهب بعد ذلك إلى المهرجان. يلا بينا. سيدي فرانك، إنني أتابعهما متابعة دقيقة، وقد رسمت خطة أريد موافقتك عليها. اسمع يا كابتن. خطة جيدة يا جيمي، أتمنى أن يستطيع رجالك تنفيذها بدقة، ولكن متى ستبدأ في تنفيذ خطتك هذه؟ اليوم عندما يذهبان إلى مهرجان الجنادرية. استعد يا طارق، ستكون في انتظارك مفاجأة مدهشة.